السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحبكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الأعزاء عبر تردد 97 FM. في هذه الحلقة نتابع مع ضيوفنا في الاستديو مواضيع مهمة وأيضا متميزة، هذا وإلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات اللي تشهدها مختلف مناطق الدولة. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدورة التأهيلية لخريجي الجامعات المدنية والدفعة الثانية لبرنامج ضباط الغد. مهرجان الألعاب الشعبية ضمن الفعاليات الصيفية لمركز شباب الوكرة. بمعهد تدريب الشرطة شهد صباح اليوم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية الرابعة لخريجي الجامعات المدنية، كما شهد معالي حفل تخريج الدفعة الثانية لبرنامج ضباط الغد. شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية الرابعة لخريجي الجامعات المدنية والذي أقيم بمعهد تدريب الشرطة. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ختام الحفل بتكريم أوائل الدورة التدريبية وتسليم الشهادات للخريجين. هذه الدورة عدد المتدربين 135 متدرب، قضوا 6 شهور في كلية الشرطة. في 6 شهور هذه قسمت 3 مراحل، مرحلة التدريب العسكرية الأولى والثانية، مرحلة الثالثة كانت الدراسة الأكاديمية، ما يقارب 250 ساعة تدريب عسكري و 121 ساعة تدريب رياضي و 120 ساعة دراسة أكاديمية. طبعا خريجين من عدة تخصصات مختلفة، هندسة الكهرباء والكيمياء حسب التخصصات اللي طلبها وزارة الداخلية، وأيضا خريجين ما يقارب 8 جامعات مختلفة، منها المحلية ومنها العربية، وأيضا جامعات غربية معروفة على مستوى عالي بعثتها وزارة الداخلية حسب الاحتياج اللي تتطلبه. فترة الست شهور كانت يعني فترة نوعية، وفي نفس الوقت يعني تغيرنا من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، وكل هذا بفضل جهود المدربين والضباط المسؤولين عنا، فاللهم لك الحمد. يعني تخرج اليوم صراحة شيء يعني جدا جدا مشرف، وأنا جدا فخور أن يعني قدرت أني الآن أنضم إلى وزارة الداخلية وأقدر أني أخدم بلادي الحين يعني على أكمل وجه، اللهم لك الحمد. أحب أبارك لأخواني المتخرجين، وصراحة شعور جدا يعني شعور لا يوصف. يعني كملنا 6 شهور عديناها، كانت صعبة في البداية والحمد لله رب العالمين خلصنا، وهذا احنا ضباط إن شاء الله ونخدم الوطن، وأتمنى توفيق الجميع إن شاء الله. طبعا مشاعر فرح ابتهاج، 6 شهور عدت علينا صعبة لكن تكللت الحمد لله بالفرح والنجاح. وأشكر أحب أشكر كلية الشرطة والضباط اللي دربونا والمدربين جميع وما قصروا، بيض الله وجيههم جميع. أيضا احتفلنا اليوم بعد بتخريج المجموعة الرابعة من برنامج ضباط الغد. برنامج ضباط الغد عندنا احنا 6 مجموعات تدريبية، كل أسبوعين نخرج مجموعتين، الآن مضينا شهر وهذه تخريج المجموعة الرابعة. وتشرفنا أيضا أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنه هو بنفسه يجي يخرج ضباط الغد، وهي لا شك أنه شرف كبير بالنسبة لنا. وشفنا اليوم يعني فرحة أولياء الأمور وكل العالم يعني بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا تصويره وجلوسه بين يعني عياله في هذا التخريج، وإحنا كلنا فخر سواء ضباط ولا طاقم تدريبي ان احنا نقوم بنفس هذا البرنامج، لان نتشرف ان يكون في حاجه نرى اثره في خدمه الوطن ان شاء الله. ويهدف البرنامج الى ترسيخ القيم الاسلاميه والعربيه الاصيله وتعميق الهويه الوطنيه في نفوس النشء، فضلا عن تزويدهم ببعض المهارات الرياضيه والعسكريه. إذن أعزائي المشاهدين نقول ألف مبروك للخريجين، والحديث أكثر أيضا عن
تخريج الدورة التأهيلية الحتمية الرابعة لخريجي الجامعات المدنية والتي ضمت ما يقارب 135 متدرب. للمزيد حول الدورة وأهميتها يسعدنا استضافة الملازم أول مبارك المناعي مساعد قائد دورية أو دورة الخريجين لكلية الشرطة. يا مرحبا ومسهلا فيك يا مبارك، حياك الله ويانا. الله يرحب فيك. السموحة يا مبارك، العتب على النظر. لا بالعكس، شعلومك الله يسلمك، عساك بخير. أول شيء طال عمرك نبارك لكم هذا التخريج وهذه الدفعة أعتقد الأكثر اللي تم تخريج منها عدد كبير يعني من مرشحي ضباط، يا ليت نتكلم عنها. نعم الله يبارك في عمرك. طبعا في البداية أشكرك أخوي خالد على الاستضافة. طول في عمرك. وأحب أني أستغل هذه الفرصة في تقديم جزيل الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر الثاني. يستاهل. حقيقة على دعمه اللامحدود لكلية الشرطة وحرصه الدائم على ظهور الكلية في جميع الفعاليات والأنشطة اللي تشارك فيها الكلية يعني بشكل مشرف ومتميز، وتشريفه حتى اليوم لنا في تخريج الدورة الحتمية الرابعة لخريجي الجامعات المدنية. نعم. وتخريجه أيضا لدورة ضباط الغد، وأحب أقدم الشكر لجميع القائمين على نجاح هذه الفعاليات. وبهذه المناسبة أحب أيضا أبارك لإخواني الخريجين وأتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية بإذن الله. يستاهلون، الله يوفقهم إن شاء الله في هذا المضمار الجديد اللي فعلا يمكن الدولة محتاجة له. نعم. أنا ودي أتكلم عن هذه الدورة الحتمية. إحنا تكلمنا مساء يمكن تحت الهواء أن لابد من هذيل الضباط اللي تخرجوا مرشحين الضباط أن يتمون 6 شهور. نعم. في الميدان، وش اللي تعلمونه في أثناء هذه الدورة التدريبية؟ إذا بتكلم في بداية يعني عن الدورة، طبعا هذه الدورة هي الدورة الرابعة اللي تعقدها كلية الشرطة لخريجين. نعم. جامعة المدنية. عدد المتدربين في الدورة هالسنة نفس ما تفضلت يمكن 135 متدرب، 125 منهم لوزارة الداخلية و10 من قوة الأمن الداخلي الأخوية. نعم. الدورة هذه تنقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الاستجداد اللي يعني يأخذها المرشح تقريبا ما يقارب 40 يوم عندنا في كلية الشرطة. وتكون هذه المرحلة هي المرحلة اللي تكون في بداية الدورة اللي من خلالها يتعلم أساسيات العمل الميداني والتدريب سواء الرياضي أو العسكري. نعم. ويتعلم من خلالها الضبط والربط العسكري. ويتعلم أيضا الانضباط. إذا بروح للمرحلة الثانية بعد اجتيازه لهذه المرحلة اللي هي 6 شهور، هذه هذه اللي هي مدة الدورة إجمالي الدورة 6 شهور. 6 شهور. نعم، لكن مقسمة إلى 3 مراحل. فبالنسبة للمرحلة الثانية هي المرحلة التدريب الميداني البحت. نعم. في هذه المرحله يتلقى يعني التعمق في التدريبات الميدانيه، وايضا يكون عنده بعض الدورات التخصصيه في مجال العمل الشرطي على سبيل المثال دوره اقتحام المناطق المبنيه الماهوله بالسكان، وهذا بالتعاون طبعا مع قوات الامن الداخلي. نعم. الاخويه والقوات الجويه الاميريه القطريه صراحه الاخوان والزملاء مشكورين، يقومون بجهد جبار معانا لانجاح مثل هذه الدورات يعني. وبالنسبه للمرحله الثالثه والاخيره هي مرحله الدراسات، الدراسه الاكاديميه. ويكون من خلالها يعني ناخذ المتدرب بعض المواد الاكاديميه مثل المواد القانونيه والشرطيه، ومن ثم يتم اختباره فيها، وبعد اجتياز هذه المراحل الثلاث على اثر ذلك يتم تخريج المتدرب من الدوره. نعم، يعني في مراحل عمليه وايضا في مراحل نظريه في مثل هذه الدوره. نعم صحيح. طيب انا مساء يعني انا عندي ايضا يعني بعض التساؤلات في خلال تخريج هذيل الشباب اللي إن شاء الله راح يكونوا مرشحين ضباط ويرفعون راية وزارة الداخلية أيضا في كافة المحافل اللي تحتاجها الوزارة، ولكن ودي أتكلم وش التخصصات اللي هم جاوا منها، يعني تخصصات طبية هندسية، وش التخصصات اللي جاوا منها؟ حقيقة هم تخرجوا أكثر يعني الدورة هذه ما يعني أكثر من تقريبا 8 أو 9 تخصصات مختلفة. نعم. من ضمنها إدارة الأمن والسلامة، إدارة الحرائق، الهندسة بشتى أنواعها. الطب أيضا في تخصصات الطب، تخصصات مختلفة. تخصصات مختلفة. نعم. تخص يعني التخصص الطبي. نعم. باختلافات التخصصات اللي في الهندسة، باختلاف التخصصات. نعم. اللي فيها أيضا بالإضافة إلى النظم الأمنية والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات والأشياء اللي تخص الكمبيوتر. فالجميع متخصص في مجال معين. صحيح. يعني يخدم في وزارة الداخلية. نعم. اللي يعجبني أبو عبد العزيز أنه دائما يعني الوزارات الآن في الدولة عندها توجه أنها هي ترسل مبتعثيها بناء على الاحتياجات. بالسابق كان يتم الابتعاث لتجميع أكبر عدد من الناس الخريجين في كافة التخصصات. صحيح. ولكن الآن أصبحنا نبحث عن النوعية والتخصصية. نعم. لما نرجع نتكلم عن هذه الدورة هم جايين من حياة مدنية. نعم. وش أكثر الأهداف اللي أنتم تركزون عليها في مثل هذه الدورة؟ طبعا الدوره هذه جدا مهمه لانه يعني متخرج من جامعه مدنيه نفس ما تفضلت. نعم. واحنا من خلال هذه الدوره نهدف الى تعليمه اساس العمل الشرطي. مهما كان رجل الشرطه او المرشح ضابط او المتدرب اللي عندنا في الدوره يملك تخصص معين لخدمه وزاره الداخليه، ولكن في النهايه يبقى يعني اساس العمل الشرطي هو مهم. نعم. ويجب ان حياة مختلفة يعني يكون مفترض يعني على كل ضابط شرطه سواء اي تخصص يخدم فيه انه يكون ملم في العمل الشرطي. العمل الشرطي. فلذلك من خلال 6 شهور هذه هو يتعلم فيها العمل الشرطي اللي ممكن من خلاله
انه يعني يخدم وزارة الداخلية، واحنا يعني من هذه الدورة نهدف ايضا لتوفير يعني كادر حقيقة على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية لخدمة وزارة الداخلية. ممتاز. وتهيئتهم ايضا لتولي القيادة وتهيئتهم لتحمل المسؤولية باذن الله. صحيح صحيح. ابو عبد العزيز، ودي اسالك اليوم ايضا تم تخريج الدفعة الثانية من ضباط الغد. اي نعم. كان من ضمن هذه الدورة ايضا تم التركيز على هذه الدورة او الدفعة الثانية لهم. نعم. يا ليت نتكلم عن هذه الدورة. طبعا برنامج ضباط الغد اصبح من البرامج الاساسية لكلية الشرطة. ممتاز. يعني وذلك ان دل على اهمية البرنامج. صحيح. للفئة اللي هو يستهدفها اللي تقريبا من 9 الى 11 سنة. ممتاز. البرنامج هذا يهدف الى قرص يعني عدة امور في هذا الطالب المشارك معنا. تمام. اكسابه يعني بعض المهارات اللي من الممكن حتى ولو تقدم للشيء البسيط لشخصية هذا الطالب. صحيح. وتساعده حتى الى يعني خدمة بلاده مستقبلا وتهيئه لتولي القيادة مستقبلا وتحمل المسؤولية وهو في سن مبكر يعني. صحيح. انا والله الأمانة اثمن هذه الخطوة للأمانة. احنا يعني محتاجين الأمانة في ظل يعني في ظل العطف اللي يقدمونه الوالدين لابنائهم. تعرف يكون في شوية ترف، يكون في شوية دلال. نعم. ولكن احنا فعلا محتاجين الى ناس عندهم هذا الضبط الأمني، هذا الضبط الانفعالي اللي موجود عندهم. فانتوا جيتوا كملتوا هذه الحلقة اللي ما ابي اقول انها مفقودة، ولكن هي موجودة تنضج مع مرور السنين. يعني صحيح. العمر الانسان هو اللي يأهل الانسان حق مثل هذه الصفات. ولكن للأمانة ما واجهتكم صعوبة في التعامل مع هذه الفئة؟ يعني تبقون أنتم ضباط ومؤهلين لدورات معينة. نعم. وكذا، ولكن لما تجي تتعامل في المقابل تتعامل مع أطفال دون يعني دون عمر الإدراك، يعني خلنا نسميه بطريقة من 9 إلى 11 سنة. نعم. فهل في صعوبة كانت في التعامل معهم ولا لا؟ طبعا ما في شيء سهل في جميع الأمور. وفي صعوبة في أي شيء إحنا يعني سواء كنا ندربه أو كنا نمارسه أو كنا نعمل فيه. ولكن الصعوبة صراحة تسهل بجهد الناس اللي موجودين. نعم. صحيح. الضباط والمدربين على كفاءة عالية يعني ويبذلون جهد عالي مما يخلي الصعوبة هذه تسهل علينا. صحيح. وأيضا ما أنسى يعني دور الطالب في يعني تسهيل هذا الأمر، بحيث أن الطالب مثل ما تفضلت أنت عمره من 9 إلى 11 سنة يمكن يكون في صعوبة في التعامل معه، لكن صحيح الطالب في هذا العمر مثل ما تعرف يعني عنده حب الاكتشاف، عنده حب أنه يتعلم شيء جديد. نعم. بالذات أن الأمور اللي هو يأخذها عندنا في كلية الشرطة يمكن هو ما قد مارسها يعني في حياته الخارجية برا. نعم. مثل المسير العسكري، مثل الرماية، مثل يعني كيفية الاقتحام، كيفية ممارسة العمل الشرطي. فلذلك لما أجي أنا أدرب على الأمور هذه وأقدم له يعني معلومة جديدة هو راغب فيها. صحيح. وهو حبها، فتكون يعني وصول المعلومة أسهل. نعم. للطالب في نفس الوقت يعني أنت ما تتخيل الفترة القصيرة اللي هو يتقن فيها هذا الشيء. تقريبا كم المدة الزمنية اللي هم يكونون فيها؟ هي في مدة كل دورة أسبوعين. 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 لكن يعني بسبب حرص الولد نفسه أنه يتعلم شيء جديد في الفترة القصيرة هذه يعني تستغرب من الإتقان اللي يوصل للولد نفسه. ما شاء الله تبارك الله. وهذا أيضا فضل الأمانة، يمكن الدعم اللي تلقونه أنتم من أولياء الأمور بالتأكيد. يعني الدعم الأول يمكن يكون ولي الأمر أنه يغرس حب الوطن في ابنه ويحاول يعلمه، يقول له أن أنت المسؤول ترى عن هذا الأمن أو عن الأمن الداخلي اللي موجود عندنا، فإحنا لازم نعتمد على عيالنا. نعم. نعطيهم المساحة، خلهم يغلطون، خلهم يتعلمون عندكم، علموهم. فهنا تشوف أنه يكون في تجاوب أكثر. صحيح. ولكن هل أنت شفت أيضا يعني بالنسبة للطلاب أكيد تلقى في عندهم شوية صعوبات، ولكن في المجمل هل شفت أن الطلاب متفاعلين معاكم في هذه الدورة؟ والله التفاعل جدا كبير. وأنا بعد من هالاستضافة أحب أشكر أولياء الأمور اللي يعني شاركوا معاهم أبنائهم في الفترة اللي فاتت واللي بيشاركون معانا إن شاء الله في المجموعة الجاية. أحثهم على يعني حث أبنائهم على يعني ليس فقط المشاركة في البرنامج وإنما التميز في البرنامج. نعم. نعم. فيعني الصراحة التفاعل واللي جاي من الطلاب يعني شيء صراحة يثلج الصدر. يعني لما تشوف أنت طالب بهذا العمر عند الرغبة أنه يتعلم، عند الرغبة يعني على أنه يخدم بلاده. نعم. حتى طريقة التفكير تبتدي يعني تتغير عنده. نعم. صحيح. يبتدي ينظر إلى الأمور بطريقة مختلفة. يبتدي حتى يمكن ولي أمره في البيت يلاحظ يعني شخصية الطالب بدأت تتغير، بدأ يكون منضبط أكثر. فهذا شيء يفرحنا، وبالعكس. نعم. يعني في النهاية يعني الله يسخرنا إن شاء الله جميع سواء كنا صغار أو كبار لخدمة هذا البلد. اللهم أمين. اللهم أمين. أنا ودي قبل أختم معاك أبو عبد العزيز كلمة أخيرة تحب توجهها للسادة المشاهدين في أقل من 30 ثانية. أتمنى التوفيق أنا لجميع الطلاب اللي تخرجوا سواء من دورة ضباط الغد أو من خريجين الجامعات المدنية. نعم. وهذه يعني مش نهاية المشوار وإنما هي بداية للتميز. هذه بداية الله. الطريق. نعم. نعم.
ومن تميز الى تميز في خدمه وزاره الداخليه وفي خدمه يعني دولتنا قطر. والله صحيح. يسخرنا جميع سواء كنا في القطاع العسكري او القطاع المدني لخدمه هذا البلد باذن الله. الله يجزيك الخير، واحنا ايضا نشكرك على حضورك معنا اليوم في الاستديو الملازم اول مبارك المناعي، مساعد قائد دوره الخريجين بكليه الشرطه. يا مرحبا ومسهلا فيك ابو عبد العزيز. تسلم الله. يا مرحبا، الله يسلمك. اذا اعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معاكم، ولكن نطلع الفاصل قصير ونرجع بعده لمتابعة ما تبقى من حلقة الليلة من تراحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. تتواصل فعاليات مهرجان الرطب الرابع الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة وسوق واقف، وتستمر حتى الثالث من شهر أغسطس المقبل. نتعرف أكثر على أجواء اليوم الثالث للمهرجان مباشرة من سوق واقف مع نديب قناة الريان غانم المعاضيد. مرحبا ومسهلا فيك يا غانم، مساك الله بالخير يا غانم. نعم الله يرحب بك أخوي خالد، يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير. أرحب فيكم من سوق واقف في تغطية قناة الريان لمهرجان الرطب المحلي في نسخته الرابعة. طبعا أنا معاكم اليوم في ثالث أيام المعرض، ثالث أيام هذا المهرجان، المهرجان اللي طبعا يجذب عدد كبير من الجمهور وبمشاركة كبيرة من عدد كبير من المزارع المحلية. الآن مشاهدينا الكرام أحب أني أقدم لكم تقرير عديناه لكم من في قناة الريان، والذي يتحدث عن أحد المزارع المحلية المشاركة في مهرجان الرطب. خلونا نشوفها مع بعض، بعد ذلك نرجع نكمل باقي فقرات برنامجنا، خليكم معنا. مزارع الطاهر نحييكم ونقول لكم إن شاء الله في مهرجان الرطب الرابع الذي تنظمه وزارة البلدية مع سوق واقف، إن شاء الله بإذن الله عز وجل في هذه السنة اللي إحنا يعني نشوف إن الوزارة مهتمة بمشاركة 80 مزرعة رايحين تتنافس على الجودة، تتنافس على أن تظهر للمستهلك المنتج المحلي والجودة في المنتج المحلي. فالمنافسة بتكون منافسة طيبة، منافسة للتذوق، منافسة للزائر الذي بيتلذذ وبيستمتع في التذوق في أنواع الرطب، وهي ثمرة الكل حريص عليها، الكل حريص خاصة الخليج كله ومنطقتنا حريصين على وجود هذا النوع من 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 الشجرة المثمرة التي هي فاكهة. فلذلك احنا حريصين على ان تكون مائدتنا موجود فيها الرطب اللذيذ، الرطب الذي يستمتع فيه المستهلك والمستخدم والزائر ان شاء الله. طبعا المشاركة رايح تكون عندنا المركزين عليها من الإخلاص والخنيزي والشيشي والبرحي والرزيزي والسكري وغيره من الأنواع. الجميع ندعوه أن يزور هذا المهرجان، لا يفوتكم المهرجان. المهرجان لا ننظر للأسعار، بل ننظر إلى زيارة الزبائن لنا أو زيارة المستخدم لنا حتى يتذوق ويشوف المنتج، المنتج المحلي كيف جودته، كيف اهتمام الدولة فيه. رايحين تستمتعون في هذا المهرجان، رايحين تتذوقون أحلى 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 نوع من الرطب المحلي. إذا
إذن مشاهدينا الكرام، تعرفنا على أحد المزارع المشاركة في مهرجان الرطب المحلي، اللي طبعا يضم تحت خيمته العديد من المزارع المحلية. طبعا أشارككم بعض الأرقام، أنه في اليوم الأول من المهرجان شهد بيع 10 أطنان و752 كيلوغرام من الرطب، وأيضا في اليوم الأول بلغ عدد الزوار 2500 زائر لهذا المهرجان. وإحنا أيضا بانتظار المزيد من الأرقام والإحصائيات نشاركها وياكم من خلال برنامج ترحب. الآن مشاهدينا الكرام نشارك ضيوفنا في هذه الفقرة وندردش وياهم عن الرطب وأيضا مهرجان الرطب والرطب اللي هم شروا. يا هلا ومرحبا بك، عرفني باسمك. يوسف. يا هلا بك يا يوسف، شو اخبارك يا يوسف؟ الحمد لله. مع من جاي هني؟ مع ماما. مع امك. حلو، ايش سويت؟ شريت رطب. زين، رونا الرطب اللي شريته، خلنا نشوف الرطب اللي عندك. ارفعها فوق. لا عاد مو بجي اساعدك انا، اطلع لك دقيقه، طلع لي من هني. ايوه بهالشكل، هذا هو الرطب. تعرف نوعه؟ شنو؟ خلاص. خلاص صح، ما شاء الله عليك. تاكله كله ولا بتاكله مع اخوانك؟ مع اخواني. تدري انه مفيد؟ اي حلو، مفيد ولازم تاكله كله. الله يحفظك ان شاء الله. نتعرف عليك، يا مرحبا، عرفني باسمك. محمد. يا هلا بك يا محمد، ايش سويت اليوم هني؟ شريت تمر. شريت تمر، خلنا نشوف التمر اللي عندك. حلو، ايش مكتوب عليه؟ تمر الدوحه. الدوحة. تحب التمر؟ اي. مفيد ولا مو مفيد؟ مفيد. مفيد، حلو. يوسف انت دائما تجي هني سوق واقف؟ اي. دائما تشارك في المهرجانات الفعاليات اللي هني؟ اي. استأنست اليوم هني في مهرجان الرطب؟ اي. شربت عصير رطب؟ اي شوية. شوية ولا وايد؟ شوية. ليش شوية؟ مو حلو؟ شوية حلو. حلو. اي. حلو، وانت شربت عصير رطب هني؟ لا. ليش؟ ليش ما شربت؟ ما يحبه؟ اي. تحبه ولا ما تحبه؟ ما احبه. ما تحبه، بس انت تحبه يوسف. اي. حلو، انت ما تحب عصير الرطب بس تحب الرطب صح؟ صح. كفو عليك. وانت احبهم اثنينهم. اي. حلو، اتمنى لكم وقت سعيد هني في سوق واقف. اذا مشاهدينا الكرام، هذا اللي شفناه طبعا في مهرجان الرطب المحلي. طبعا مثل ما شفتوا اكبر عدد من الرطب، والنوع المفضل هو الخلاص، وهو اكثر الانواع اللي تم بيعها في المهرجان. حتى ضيوفي في هذه الفقره ايضا كانوا من المفضلين، واللي اشتروا طبعا اللي شروا نوع الخلاص. هذا اللي موجود عندي يا خالد، نرجع لك مره ثانيه في استديو عبد الوهاب المطور. شكرا لك يا غانم، واكيد احنا بنكون متواصلين معاك ان شاء الله في الايام المقبله باذن الله تعالى لتغطيه هذا المهرجان. اذا اعزائي المشاهدين، وفي سياق اخر، حيث تستمر حمله صيف بلا حوادث لاسبوعها الثالث على التوالي، وذلك من خلال تركيزها على هذا الاسبوع على العبور الامن للمشاة. صيف بلا حوادث، حملة تستمر لأسبوعها الثالث على التوالي. حملة أطلقتها الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة التوعية المرورية مطلع الشهر الجاري، ركزت فيها على التوعية بمخالفات الانشغال بالهاتف الجوال خلال القيادة والتجاوز من اليمين والوقوف بمواقف ذوي الإعاقة والوقوف في الصندوق الأصفر. تقوم إدارة التوعية المرورية بالتعاون مع إدارة الدوريات وإدارة العلاقات العامة بحملة الصيف بلا حوادث، وفي هذا الأسبوع نركز على مخالفة المشاة التي تعتبر أحد أكثر المسبب للوفيات في النصف الثاني من عام 2018 في دولة قطر. فلذلك نركز في هذه الحملة على المشاة من خلال توعيتهم بلباس العاكس، وأيضاً توعية المشاة باستخدام الأماكن المخصصة لهم، سواء كانت ممرات لعبور المشاة أم أنفاق أم جسور. كما تضمنت الفعاليات أيضاً تنظيم عدد من المحاضرات والمعارض في الأندية والمراكز الشبابية لتوعية الشباب بمخاطر القيادة من دون رخصة والسلوكيات الخاطئة في أثناء القيادة والآثار الناتجة عنها، هذا إلى جانب إطلاق حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي
وفي وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحملة صيف بلا حوادث وأهدافها التوعوية. إذن مثل ما شفنا وياكم أعزائي المشاهدين، هذه الحملة التوعوية لخطوط عبور المشاة طبعا من المهم جدا أعزائي المشاهدين نعرفها، لأن يعني الأحقية لمستخدم الطريق للماشي اللي قاعد يعبر هذا الشارع، الواحد لازم ينتبه خصوصا في هذه الفترة من الزمن. يعني عندنا مشكلة كبيرة وهي الانشغال، مهما احنا كنا مركزين ننشغل بالتلفون وهذا شيء مصاحب لزمننا الحالي، ولكن لما نجي نفكر مرة ثانية لابد ان نتعلمها. احنا بكرة عندنا كاس العالم لعام 2022، فعندنا ناس مستخدمي الطريق وأيضا عندنا الناس المقيمين هنا على أرضنا الحبيبة قطر، فلا بد أن تكون عندنا ثقافة عامة لكيفية استخدام عبور المشاة. الأمانة في تحسن كبير احنا نشوفه، ولكن أيضا نوعي الجيل الجديد والشباب وربعنا وإخواننا أن ينتبهون عند يعني المرور خطوطا عند خطوط المشاة على وجه الخصوص. إذن أعزائي المشاهدين ننتقل وياكم الآن إلى النادي العربي الرياضي، حيث ينظم مركز شباب مهرجان الألعاب الشعبية، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي نسمة صيف لعام 2019، وإلى نديب قناة الريان فيصل المهندي. حياكم الله مشاهدينا مستمعينا الكرام، متواجد اليوم مع المراكز الشبابية في فقرة جديدة. اليوم متواجد في صالة محمد بن حمد الهتمي بالنادي العربي الرياضي، حيث تقام فعالية مهرجان الألعاب الشعبية التي تأتي بالتعاون بين وزارة الثقافة والرياضة ونادي العربي الرياضي ومركز شباب الوكرة. للحديث أكثر حول هذه الفعالية يسرني أن يكون معنا ضيفنا العزيز السيد غانم بن عبد الرحمن الكواري، المشرف العام على هذه الفعالية. نقول لك مساك الله بالخير يا أبو عبد الرحمن، ونقول لك عرفنا وعرف المشاهدين على هذه الفعالية. الله يمسيكم بالنور والسرور. والله هذه الفعالية اللي هي المهرجان الثالث للألعاب الشعبية على التوالي، وحبينا تكون في مع النشاط متزامنة مع النشاط الصيفي في هالسنة إن شاء الله. الألعاب الشعبية مثل ما احنا عارفين عندنا الحين مجموعة كثيرة من الألعاب، لكن احنا اخترنا أربع ألعاب منهم، اخترناهم لعدة أسباب. يعني في لأن هذه الألعاب جماعية، أول شيء نقدر نحسب فيها النقاط، فيها تفكير، فيها خطط، فيها عمل جماعي، ننمي فيهم هالعيال هذه بعض المهارات اللي موجودة في حياتهم يعني مرسونة. عبد الرحمن، شلب باختياركم الألعاب الشعبية؟ الجيل اليوم يعني شيء متطور، لكن رجوعكم للألعاب الشعبية وتفعيلكم لهذه الألعاب، كيف ترون هذه الألعاب؟ والله الحمد لله في إقبال كبير على الألعاب الشعبية، وفي وناسة، في فائدة منها. رجعنا لها لأن بصراحة حتى عيالنا ملوا من الألعاب الإلكترونية، هذه واقعية أكثر من الخيال اللي عايشين فيه العيال. وزارة الثقافة أيضا ما قصرت، الدولة ما قصرت، تشجع على إحياء مثل هذه، هو جزء من التراث وإحياء هالألعاب الشعبية. كم عدد الطلاب اللي اخترتوهم وكيف تم اختيارهم؟ والله احنا حطينا يعني ثمان فرق مشاركة، والتسجيل جاء أكثر من ثمانية، لكن احنا كنا حاطين خطتنا على ثمان الحمد لله رب العالمين. في أكثر وفي إن شاء الله وعدناهم المرات الجاية يشاركون، وكل فريق فيه ستة. يعني حاليا الموجود في المهرجان مشاركين فعليا ثمان فرق في ستة، يعني تقريبا 48 مشارك. 48 مشارك في أعمار معينة أنتوا اخترتوهم، أو أن كلهم على مستوى عمر واحد، أو من كلهم من الوكرة؟ أنا مركز شباب الوكرة، فأتوقع كل المشاركين من منطقة الوكرة. لا المناطق مختلفة، في ناس من الريان، ناس من الدوحة، ناس من الوكرة، ناس من يعني مشكلة. والأعمار احنا اخترناهم من 11 سنة إلى 15 سنة، ورعينا الأعمار والأجسام في المباريات على اساس ما يكون يعني مثلا ما انت شايف، يعني في ناس ما شاء الله اعمارها صغيره لكن اجسامها كبيره. الفروق الفرديه هذه راعيناها في توزيع المجموعات. شو الالعاب الشعبيه اللي اليوم انتم قاعد تلعبونها عيالنا؟ والله عندنا اللعبه الاساسيه المعروفه اللي هي لعبه الرين، هذه موجوده لان ما شاء الله عليهم. لعبه الصياد، في لعبه اللمسه او الميت، في لعبه المكاتف، هذه كلها العاب جماعيه هذه مختارينها. وشون تشوف عيالنا تفاعلهم مع هاي الألعاب؟
والله انت صورتوهم وتشوفونهم اللي احنا صار لنا يعني الاسبوع اللي طاف نسوي لهم بروفات وتمارين ما شاء الله عليهم حبوها، واكبر دليل هذا هم جايين بنفسهم يعني، وفي ناس قاعده فوق ودها خاطرها تشارك، بس ان شاء الله موعدينهم هناك، في اقبال اقبال جيد عليهم. شنو الفعاليات اللي عديتوها للجمهور؟ فيها الحين ان شاء الله عندنا بين الـ 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 في الاستراحه في العاب للاطفال او الجمهور نفسه، وفي اولياء الامور ايضا في مسابقات اللي هي مثل امثال ومعاني من واقع امثالنا الشعبيه في قطر، في بعض الالعاب الخفيفه الصغيره حتناسب العيال الصغار، وفي رصدين لهم جوائز حق الكبار وحق الصغار، هاي يعني فعاليات مصاحبه مع المهرجان. ما شاء الله مهرجانكم جدا متنوع وفيه له اقبال، اشوفه متميز، 48 طفل موجودين معاكم اليوم، شنو استراتيجيتكم حق السنوات القادمه في تطوير هذا المهرجان؟ والله ان شاء الله احنا نحاول ان شاء الله باذن الله جاهدين، ويعني الاخوان ما قصروا والمسؤولين، ان مثل هالمهرجانات تكون على مستوى اكبر بين المراكز الشبابيه بين مدارس قطر ان شاء الله، وتنشهر اكثر ان شاء الله في الدوله ان شاء الله. باذن الله اتمنى لكم كل التوفيق يا ابو عبد الرحمن، كان ودي ان اخذ مجموعه من الاطفال اعمل معاهم لقاءات، ما شاء الله مشغولين باللعب، نقول لكم يعطيكم الف عافيه على هذه الجهود ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم في تطور في هذه المهرجانات، ونتمنى التوفيق لمركز شباب الوكره. شكرا لك. الله يحييكم، جزاكم الله الف خير ان شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين مثل ما شفتوا كان معي ضيفي العزيز السيد غانم بن عبد الرحمن الكواري المشرف العام على فعاليات مهرجان الألعاب الشعبية الذي يقام في صالة محمد الهتمي بنادي العربي، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة والرياضة ومركز شباب الوكرة وأيضا النادي العربي. مثل ما شفتوا عيالنا مستمتعين بالألعاب الشعبية، لكن الحين أرجع للإخوان في استوديو استكمال باقي فقرات ترحيب. تفضل يا شباب. شكرا لك يا فيصل على هذه التغطية، وفعلا الألعاب الشعبية لها طابع خاص، والله احنا ساعات نستذكر الأيام القديمة يوم كنا نلعب في الفريج وفي السكيك ونقعد نمارس الهوايات القديمة اللي كانت عندنا، على الأقل الواحد كان يتحرك ويسوي الرياضة، يعني منها لعبة ومنها فائدة ورياضة، ولكن الحين التبعية المطلقة اللي صارت عندنا ان عند عيالنا عندهم تركيز مو طبيعي على الألعاب الإلكترونية، لا بأس منها ولكن التقليل منها والاستفادة من الحركة، ما نبي نشوفهم يعني يفقدون المتعة بالاستمتاع بهذه الألعاب اللي ممكن يستفيدون منها ويكونون أيضا أواصل أو علاقات اجتماعية مع ربعهم الناس اللي موجودين معاهم في نفس الفريج. إذن أعزائي المشاهدين نطلع وياكم الفاصل قصير ونرجع لمتابعة ما تبقى من حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل وياكم نتابع هذه الفقرة الأسبوعية من كل يوم خميس وتعنى بالسياحة الداخلية. اليوم ياخذنا في هذه الفقرة سعود المعاضيد وأيضا فهد الكعبي في رحلة ممتعة عند أشجار المنقروف وتجربة تجديف بقوارب الكاياك. السلام عليكم، اليوم إن شاء الله بجرب معاكم فعالية جديدة ونشاط جديد بالتحديد من شمال قطر، بالنسبة لي أول مرة بجرب هذا النشاط، والله يسر إن شاء الله، وطبعا مع خويي اللي أول مرة بجرب معاي. نجرب هذه التجربة معاكم مشاهدينا الكرام ونستمتع في فعالياتنا، وفي قطر وشمال قطر ترى قطر فيها فعاليات، المكان هذا راح تستمتعون ان شاء الله وراح تجونه وتستمتعون فيه بعد، بس اهم شيء انك تكون جاهز يا فهد. شيء اول مره لازم تعذرني انت والمشاهدين، ما في طيحات؟ لا العلم عند الله، لازم يكون في طيحات. تابعونا وتابعوا سوالفنا ان شاء الله. أهلاً وسهلاً، كيف الحال؟ مرحباً أمين، أهلاً وسهلاً، الحمد لله. شوف أمين، إحنا اليوم جايين بنجرب تجربة جديدة،
قالوا لنا تعالوا هني وهذه المنطقه وامين ان شاء الله معاكم بيرتب لكم كل شيء. رتب لكم كل شيء. شو مرتب لنا؟ مرحبا بكم، انا مرتب لكم احسن رحله سياحه بيئيه في قطر، رحله كاياك في منطقه جزيره بن غنام، مش ندخلوا في وسط غابه القرم. كان عندكم فكره على غابه القرم ولا جيتوا قبل هنا ولا؟ اليوم احنا اقول لك اول مره نجي تجربه جديده، وانا وفهد اليوم بعد اول مره بنجرب الكاياك. مرحبا بك، باش تعلم حاجات كبيره ومعلومات قيمه بصراحه على البيئه القطريه. كاياك سهل؟ كاياك سهل كثير، اهم شيء ممكن من الصغار اللي عمرهم 3 سنين للي عمره 60 و70 سنه يعمل كاياك. حتى هو فهد خايف من الطيحه، طاح الكاياك. لا والله شيء، حتى تطيح في الكاياك مش مشكله على الكاياك. انتم اهل قطر، انتم اهل قطر يعني بحاره وما يحتاج كيلو، ومش عميق يعني البحر. لا بس تدري، تدري احلى شيء في الرحلات هذه تجرب شيء جديد. اكيد تجرب، والله تستمتع في التجربه الجديده. شو اللي احنا نحتاجه؟ نحتاج اول شيء نعطيكم التعليمات فيما يخص التجديف بالكاياك، استعمال الكاياك نفسه، وبعدين ندخلوا مع بعض وتتعلموا في وسط الرحله بالطبع. تتعلموا هو البحر غزير هنا في الجزيره ولا؟ لا ما اظن. ترى انا عارف اسمع بس السمك يعني العمق بتاعه لمحله يتغير بحكم في مد وجزر. صحيح. يعني العمق يتغير من سنتيمترات لاثنين امتار لمحله، وانت والمكان بالطبع في اماكن اعمق من اماكن اخرى. اما المكان اللي باش نروحوا له تو اللي هو داير بجزيره بن غنام مش باش يكون عميق كثير، يعني ماكسيموم متر ونص ماكسيموم. خلاص امين وفهد، عشان نستغل الوقت وعشان تعطينا التعليمات نروح على الكاياك. يلا بينا اشرح لنا كل شيء. كل شيء يلا توكل على الله. تنتشر غابات المنقروف بالذخيرة شمال مدينة الخور الساحلية، تحتوي على مساحات شاسعة من النباتات الطبيعية وسط صحراء محيطة بها من كل جانب. تشتهر بنظامها البيئي الذي يجذب الطيور المقيمة والمهاجرة، ويمكن استكشاف هذه الغابات بواسطة قوارب الكياك. الله بسم الله، الحين عندنا تجربة جديدة أبو علي. اي والله أبو علي، الحين بنمر بين القرم ايه او المنقروف. المنقروف في المصطلح العلمي. العلمي احنا شلون نركب يا شيخ؟ يلا والله اهدأ اسم يا ان شاء الله الامور طيبه. كرسي ما تبطل تكيتك يا سعود. بس مثل ما علمتنا امين نفس الشيء. ها وحدتني. يلا تعال لحظه لحظه، اللي عندي برا بس تروح. جدف جدف يا فهد. والله جدف، هذا اول مره. يلا يا فهد. ها سعود، طبعا الحين احنا مارين بين القرم يا فهد. والله شوف شوف تعديت المعلم، بس لفيت لفيت. هذا اول تجربه لي يا ابو علي. زين سعود. هلا والله، اول تجربه لي انا بعد. الحين ان شاء الله رايحين جزيره بن غنام باذن الله. كم تبعد من هنا؟ والله اقل من كيلو. ايه اقل اقل ما شاء الله. انا اموري طيبه طبعا مشاهدينا، بس بس اموري انا ان شاء الله طيبه. مشكلتي في النالف يمين ويسار، شوف العفاطي هنا يا ابو علي. ايوه انت بس ثبت سيده وروح. يلا خلف الحين اول شيء بس عشان عدل. هو زين تدري التجربه الجديده هذه اللي انت تسويها الحين؟ والله حلوه ومتعتها حلوه، المنظر اللي انت تشوفه والله شيء يرد الروح. وانا صراحه يعني انصح المشاهدين اللي يتابعونا انهم يجون ويزورون هالمكان، يتعرفون على هذه الطبيعه الجميله. حسن جدا. حدثنا على الرصيف. ما في رصيف، حدثنا على القرم. أبو علي انطباعك الأول؟ ها؟ انطباعك؟ والله ما شاء الله صراحة، والله أنها متعة يا أخي ورياضة. تبي لك لياقة؟ إيه، يعني إذا بتروح مسافات بعيدة لازم تكون متمرن. تعالوا مني، تعالوا حياك حياك. لا لا يحك، أقول عندك رق هناك. آه. والله عندك رق، تعال مني. أقول سعود سبحان الله، القرم هذه اللي عايش في البحر على الماء المالح. إيه. ولا يموت سبحان الله، يعيش يعيش فوق 80 سنة. بعد من شوي أمين يوم إنه يقول لنا عن السمك. إيه يكون السمك يتكاثر فيه سبحان الله، لأن تكون أماكن آمنة لهم. إيه. على السيف ومتشابك مع بعض. بس والله خوش مكان، حتى الترتيبات اللي موجودة هني أبو علي
يعني حتى تخليك تستانس. والله مناظر رهيبة في قطر ما شاء الله، الله مالك الحمد. حول جزيرة ابن غنام جنوب بخيرة. إيه والله. بعدين لا تنسى الطيور اللافة والطيور المهاجرة. إيه. البحرية هاي كلها تعشى شنو خاصة في الشتاء. نعم. كلها تعشى شنو صادق مثل ما شفنا بعد مساعة وإحنا هي طيور البحر اللي موجودة. في منها الصلاليل، نورس، فناتير. أنا أشهد. كل نوع موجودة. بس أهم شيء إيش رأيك في هذه التجربة؟ والله تجربة قسم بالله إنها من أروع التجارب. بغض النظر عن هذه التجربة اللي أنا استمتعت فيها، المكان اللي أنا أول مرة أشوفه، يعني المكان هذا صراحة رهيب. يعني أنت في قطر أول مرة تشوف هذا المكان؟ إيه والله أنا أول مرة أجي هالمكان. يعني هذي. نقول إن لك جاية ثانية بالمرة إن شاء الله، وباخذ واحد أسجله باسمي. إن الله أحيانا الكياك. يعني هي رياضة سبحان الله. إيه والله يا أخي مناظر حلوة. نلف من هناك سعود. وين؟ جرب من هناك. يلا خلنا نكتشف المكان شوي. ايه ايه ايه. بس اهم شيء الرابع لا تقصر معاهم. بس انتبه انا لاحظت شيء، التيار. ايه. يعني وانت رايح على البحر يدفك. فلا تهاون به. لا تقول بتروح عقبه بترجع تتعب. انا والله تهونت بمساعدة دعمتك. لا ابرك ساعات. بعدين اقول لك شيء. شوف ترى يعني مو بقذر. نعم. ها لين هني. شفت هالمكان سعود؟ ليه؟ هالمكان شبه مسكر هنا، كل هذا القرن. هذا يكون حق وشو؟ أكثر شيء يكونوا طيور هنا يعششون. سووا الله يجزاهم خير، سووا كوخ هنا. هذا الكوخ؟ إيه، وسووا فيه فتحة. ليه؟ عشان أنت تدش داخل وتطل على العشوش وتطل على الطيور بحيث أنها ما تروع ولا تطير. عشان تحافظ على مكانها. وأبد مدخلينه لك. وشفت هالجسر هاي كامل؟ إيه. ياخذك من السيف لين توصل الجزيرة. الآن بجزيرة ابن غنام تشوف هالمناظر الزينة وتشوف الطبيعة وتشوف القرن. لكن اليوم احنا جربنا تجربة حلوة ولا جينا مع الجسر. اي والله جينا من تأم سوحل اليوم. الحين بنكمل قبل لا نعود. انا اشهد. تبي نروح للجهة الثانية نشوف عند الدري. يلا سعود انت سابق. يلا يا ابو علي من تحت الجسر نطلع الصوب الثاني. مشاهدينا طبعا هذه من الأنشطة الصيفية اللي ندعوكم انكم تيون تجربونها وتعيشون متعتها خاصة بالكياك. اليوم كانت أول تجربة لي وحق أخوي فهد. مستمتعين والله الحمد. وفهد قل لهم عن تجربتك. التجربة والله مفيدة، وأنصح كل موجود على أرض قطر الحبيبة سواء قطريين ولا مقيمين. نعم. لا تبخلون بهالرحلة وهالتجربة الجديدة، الكياك والمناظر الجميلة وجزيرة ابن غنام. ترى الرحلة ما انتهت، عادنا في الشمس لجليل في علوم. انا احبها وايد. انت تحبها ولا لا؟ اي ابشر بس خلاص. وانا اللي بسنعك فيها. كفو والله، فيض الله وجهك. يلا نكمل رحلتنا. يلا سعود قبل يوم قلت لك ليال ليل ابشر والله بالخير. شهدنا الخير كله موجود يا ابو علي. هذا هو اللهم لك الحمد. والله انها تحتاج شكر وحمد. الحمد لله دائما وابدا. اللهم لك الحمد. عقب هالرحله عقب هالتجربه يا سلام. الاكل موجود، كل شيء جاهز، والبوفيه جاهز. الاكل موجود ومحقن عليه. لكن بقول لك قول. الله يبيض وجهك. وجهك ابيض. اللي احييت عروقي بهالتجربه الجديده. وجهك ابيض يا اخي. والمكان اللي اللهم لك الحمد. مثل ما قلت محمد تجربه جديده. قول لي انت ايش رايك في التجربه، خاصه ان الكياك اول مره، واول مره تجي هالمكان، واول مره تستمتع بنشاط من أنشطة صيف قطر. اللهم لك الحمد. تجربة كانت من أروع التجارب. أول مرة أجرب الكياك، أول مرة أجي هذا المكان. الكياك غارب صغير، متعة، لياقة، وفي تيارات خفيفة، لكن الماي مو غزير. نعم. دائما في وقت السقية يكون لها وقت مناسب. القرن اللي حولنا تحس أنك في غابة. الجزيرة بن غنام جزيرة حلوة وروعة، معلم من معالم قطر. ولكن سعود إن جبتني الله يبيض وجهك ومتعتني. أبغيك تمتع المشاهدين وتوصف لهم المكان هذا. أكيد ما بشك. وإحنا الهدف طبعا من تصويرنا هذا النشاط أو أن نركز على هذا النشاط
نبي نوصل هذه الأنشطة للمشاهدين، نبيكم أنتم تيون تجربون مثل هذه الأنشطة والفعاليات الصيفية اللي موجودة لكم أنتم طبعا في الصيف، في صيف قطر، وطبعا صيف قطر أحلى مع هذه الفعاليات والأنشطة. الطريق سهل، بس تقبضون خط الخور الساحلي باتجاه الشمال إلين ما تعدون الخور، بين الذخيرة وبين الخور عندكم الطريق يمين اللي عليه لافتة جزيرة بن غنم، بس تلحقونه وإن شاء الله توصلون، أموركم طيبة وكل شيء مسنع. بعد المشاهدين بعضهم متخوف مثل ما تخوفت أنا يوم قلت بوديك رحلة، قلت لك حر يا سعود. إحنا في شهر 7، لكن شوف عينكم، صدقنا في النهار حر لكن الجو رطب شوي، عقبه يجيك مثل الحين هواء. الحين الناس يا زينة، يا سلام. اي والله يا زينة، والجو حلو، وانا اقول لكم لا تحاتون مشاهدينا، الاجواء كلها ممتازه. انتم عليكم الحين من اشكالنا لان انا طالعين من البحر وحالتنا حاله، ولكن مجدفين مجدفين. اي والله شلون يدك؟ لا لا ابشر بالخير. وفي شيء مهم بعد، امرني ما امر عليك ظالم، وين ما تلف على خريطه قطر اماكن سياحيه، كل وهذا تعتبر سياحه والله. انت تسافر برا؟ نعم. نفس اللي تسويه هني تسوي في هذه هي السياحه الداخليه. انا اشهد، والانشطه موجوده سواء على بر على بحر وحتى داخل المجمعات فيها انشطه وفعاليات صيفيه. اللهم لك الحمد. وانا اقول لك يا ابو علي، ما قدرت تأتي، المكان بعيد عليك، عندك فعاليات المجمعات، عندك في البلاد. نعم عز الله، تبي تطلع اخر الاسبوع نهايه الاسبوع تروح مع اهلك مع عيالك، الانشطه موجوده، الفعاليات موجوده، سواء فعاليات بحريه او حتى فعاليات بريه. وفي حق عيالنا مثل ما قالوا العاب الكترونيه والعاب حركيه. اكيد اللي يبغى الحركه، والله اليوم حركه، اللي يبغى الحركه يجيبهم البحر يوديهم الجزر. سعود الله يبيض وجهك على ذي العزيمه وعلى ذي الطلعه وهالسياحه الممتعه في بلادي. الحين ايش رايك تكرم من المشاهدين وتودعهم عشان يبدا شوطره؟ يعان يعان عقب التعب اسبوع. ايش رايك؟ في العافيه ان شاء الله يا ابو علي ومشاهدينا الكرام. طبعا الحين احنا نخليكم نستمتع بعشاننا اللي موجود هني واللي حضروا لنا وموجود وجاهز، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في فقره جديده ونشاط جديد. سلام. إذن وبهذا التقرير نكون وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من تراحيل. نشوفكم على خير، في أمان الله.